السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يا اخواني، اخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين تمام الصحه والعافيه، كاملين بخير وعلى خير. نتمنى قناتنا الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس، وما تنساوش كذلك دعمونا بزر اعجاب باش نواصلوا قدما ان شاء الله. اولا اخوان ديالي، كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم سواء في الفيديو الاخير اللي طلبتكم فيه، وثانيا كنبغي نقول لكم عواشركم مبروكه، ادخلوا لكم بالصحه والسلامه ان شاء الله وطول العمر باش ما تتمنوا ان شاء الله، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى انكم تكونوا دوزتوها في احسن يرام بالسعاده بقرب الوالدين ديالكم. واللي عنده والديه الله يخليهم ليه، واللي ما عندوش الله يرحمهم ليه، واللي ما قدرش انه يمشي عندهم ويشوفهم لاسباب عائليه واجتماعيه او عمليه، فكنقول ليه الله يطول لك في العمر ديالهم. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، غنعاود المره الثالثه كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، وسمحوا لي طولت عليكم، وندوزوا الاهم عناوين هذا النهار. امين حارث نادم على ارتكابه مجموعه من الاخطاء. حمد الله يسجل حضورا متميزا في دوري الابطال. لوران بلون يصدم الجامعة بهذا القرار. رسميا هذا هو مدرب المنتخب الوطني المغربي وغدا سيعلن عنه. الامور لم تحسن بعد تطورات جديده في قضيه الوداد والترجي التونسي. ثلاث صفقات شبه رسميه لاسود الاطلس. رونالدو يتحدث عن الفارق بينه وبين ميسي. صفقة نيمار تقترب من نهايتها. اعترف أمين حارث لاعب نادي الشالكة 04 باقترافه للعديد من الأخطاء المرتكبة بمسيرته الكروية وكذا حياته الشخصية في السنة الماضية، متعهدا في نفس الوقت بعزمه تفادي ما ارتكبه حتى لا ينعكس ذلك سلبا على جوانب حياته أبرزها الجانب الأسري. وقال صاحب 22 سنة في حوار أجراه مع صحيفة بليد الألمانية: إنني نادم على مجموعة من الأشياء، للأسف البالغ ارتكبت مجموعة من الحماقات والأخطاء في السنة الماضية، لكنني الآن أدري أن ذلك لن يحدث مجددا. وأضاف: لدي الكثير لأخسرها، وتكرار هذه الأخطاء للمرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة بشكل متتالي هو تصرف وسلوك غبي. ويقصد الدولي المغربي بهذه الأخطاء تردده الفارط على كازينوات لممارسة ألعاب القمار، بالإضافة إلى إغفال حضور دروس التعليم اللغة الألمانية التي تجريها برعاية الأزرق الملكي للاعبيها وتماطله في التدريبات. وكان حارث قد أكد في حوار أجراه قبل بضعة أيام مع موقع رسمي لشالكة 04 أنه صار يشعر بمسؤولية ثقيلة ملقاة على عاتقه، خاصة بعد ميلاد بنته عالية شهر مايو الماضي. كشف الاتحاد الاسيوي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية لجولة اياب دور ثمن النهائي من دور ابطال اسيا، والتي شهدت حضورا متميزا للدولية المغربية عبد الرزاق حمد الله. وحجز عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي مقعدا في التشكيلة المثالية بعد المستوى المتميز الذي قدمه خلال المواجهة الوحدة الاماراتية التي انتهت بفوز الفريق السعودي، اذ كان الهداف المغربي اول مسجلي اهداف المواجهة المذكورة. وكرر حمد الله تألقه وحجز له مكانا في خط هجوم تشكيلة الأسبوع الماضية ضمن التشكيلة المثالية لجولة الذهاب بعد ظهوره بمستوى متميز أمام الوحدة وتسجيل هدف فريقه الوحيد الذي اختير أجمل هدف عن الجولة السابقة. رفض المدرب الفرنسي لوران بلون تولي تدريب المنتخب الوطني المغربي خلفا لمواطنه المستقيل هيرفي رونار خلال الفترة المقبلة. وكشفت إذاعة مونتي كارلو الفرنسية أن لوران بلون مدرب المنتخب الفرنسي سابقا رفض العرض المقدم له للإشراف على تدريب المنتخب الوطني المغربي خلفا لهيرفي رونار بعد فترة من المفاوضات بينه وبين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وتابع نفس المصدر أن بلون التقى فوزي القجع رئيس الجامعة يوم الخميس الماضي بمدينة الدار البيضاء ليتفق على مهلة من أجل أن يحسم المدرب الفرنسي قراره النهائي، وهو ما جاء على شكل رفض من طرف بلون. تابعت مونتي كارلو أن المفاوضات بين الطرفين كانت تسير في الطريق الصحيح، غير أن مدرب بوردو السابق قرر التراجع خطوة للوراء.
بعد إعلان لورون بلون عن تخليه عن تدريب المنتخب الوطني المغربي ورجوعه خطوة إلى الوراء، وصل المدرب البوسني وحيد هاليلوزيتش للمغرب حيث التقطته عدسة الكاميرا. وحسب صحف مغربية فإن هاليلوزيتش سيكون المدرب الجديد للمنتخب الوطني المغربي، والإعلان الرسمي سيتم غدا الخميس بعقد جلسة مع فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية. حسب صحف عالمية ومصادر من داخل الكاف، فإن هيكل الرياضة الدولي فيفا تسعى لحسم ملف مباراة النهائي دوري أبطال إفريقيا نهاية الشهر الجاري. وقرر الوداد الرياضي البيضاوي اللجوء للجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي، وفي صورة خسارة القضية سيلجأ للطاسة من جديد. ويرغب الهيكل الدولي فيفا في حسم الملف النهائي، خاصة وإن عدة مسابقات قارية ودولية مرتبطة باسم حامل لقب دوري الأبطال. يتواصل الترقب والانتظار في خصوص سوق الانتقالات، وينتظر أن تتم عدة صفقات للاعبين المحترفين المغاربة في الساعات القليلة القادمة. ورغم بقاء زياش في أياكس أمستردام، إلا أن عدة صفقات منتظرة وهي كالتالية: حمزة منديل بات قريبا من العودة للليغ آن بعد وضعه على لائحة المغادرين في شالكا، وليل يريد إرجاعه للصفوفية. أشرف لزعر قريب من خوض تجربة في إيطاليا وخاصة نادي فيورنتينا بعد فقدانه أمل اللعب في إنجلترا واختناسه مركزا أساسيا. يوسف أيت بن نصر فريق غالاتا سراي التركي مهتم باللاعب وقد يخوض تجربة جديدة خارج فرنسا. أثنى الدولي البرتغالي نجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو عن إمكانيات ومسار الأرجنتيني ليونيل ميسي، مظهرا النقاط التي يتميز فيها عن غريمها. وأجرى كريستيانو رونالدو حوارا مع مجلة دازن البريطانية متحدثا عن ميسي وقيمته الكبيرة دون الإغفال عن مقارنته بنفسه، قال: ميسي لاعب استثنائي، تقييمه لا يرجع فقط لعدد الكرات الذهبية التي حصل عليها، لكنه متميز لأنه ظل على القمة لسنوات عديدة مثلي تماما. وتابع نجم يوفنتوس: الفارق بيني وبين ميسي أنني ذهبت إلى عدة أندية ونجحت في الفوز بدور الأبطال مع فريقين مختلفين، أيضا كنت هدافا لست بطولات في ست مناسبات. وأكد صاحب الكرة الذهبية الخامسة أن هدفه هو البحث عن مزيد من النجاحات، مشيرا أنه حقق مسيرة جيدة لكنه لم يكتفي بعد. سافر وكيل أعمال الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو باريس من أجل حضور جلسة التفاوض القائمة بين مسؤولي باريس سان جيرمان وبرشلونة حول صفقة البرازيلي الآخر نيمار دا سيلفا. وحسب موقع إسبيرتو فإن وكيل أعمال كوتينيو حاضر في الاجتماع لتدارس إمكانية انتقال موكله إلى باريس سان جيرمان ودخوله في صفقة عودة نيمار إلى برشلونة. وتابع المصدر ذاته أن وكيل أعمال نيمار سيكون حاضرا هو الآخر في الاجتماع الذي سيجريه المدير الرياضي لبرشلونة إريك أبيدال مع مسؤولي باريس سان جيرمان، أولهم المدير الإداري للفريق ليوناردو. ومن المنتظر أن تأتي الساعات القليلة المقبلة بجديد حول صفقة برشلونة وانتقال كوتينيو إلى نادي العاصمة الفرنسية مقابل عودة نيمار إلى برشلونة ومبلغ 160 مليون أورو. اولا اخواني كنشكركم لانكم وصلتوا معايا لهذه المرحله من الفيديو، كنشكركم بزاف وكنشكركم على الدعم ديالكم المتواصل ولا مشروط، وكنقول لكم الى هنا انتهت حلقه هذا اليوم، دمتم في رعايه الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.